السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير، يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير، إن شاء الله. استخارة بالقرآن الكريم لمواليد برج الحوت، صلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، اللهم بشرني بما أنتظر منك وأنت خير المبشرين كلها. أتمنى من أحبابنا في الله فضلا وليس أمرا، ادعموا الفيديو باللايك، وإن كنتم لم تشتركوا في القناة فليشرفني اشتراككم في القناة وفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. سورة التوبة، بسم الله الرحمن الرحيم. الكاشف، اللهم صل على سيدنا محمد، الفاتح لما أغلق، بسم الله الكاشف. شوف الملح الروحاني والسبحة شايلالك إيه. بسم الله الرحمن الرحيم. أنت إنسان صبور، يعني شافك أنت إنسان صبور ومتحمل غلطات الناس اللي حواليك، مع العلم انك بتقدم عطيات كتيرة. ربنا بينصرك على امور معقدة حواليك، وكأن شايفك هنا يعني بتحاول الفترة دي تبعد عن غلطات ممكن تقع فيه. في شخص هنا بيقعد معاك وحديثه يعني مش بيدرحك، حديثه مش بيدرحك. اللهم صل على سيدنا محمد. شايف هنا يعني اللهم صل على سيدنا محمد، شايف برضو في أفكارك، شايف في أفكار عندك، في أفكار شغل أو أفكار نجاح، عمال تفكر. أنت تعبت كتير ومريت بظروف كانت أقوى منك. في عندك خيارين، بين يعني فرصتين، وهكون يعني متردد. شايف عندك تردد أيهما تختار، ولكن شايفك هتتنازل على اختيار وهتوافق على اختيار ثاني. هنا ما تحاولش الفترة اللي جاية تدي ثقتك الزايدة، يعني تدي ثقتك الزايدة عن اللزوم في أشخاص اللي حواليك، لأنك عندك الخذلان موجود، عندك الخذلان موجود. عندك هنا تغير في وظيفة الفترة اللي جاية، وده نتيجة يعني زيادة المسؤوليات. عندك علاقتك مع الحبيب محتاجة وقت تفكير حتى تقيم علاقتك، شايفك حتى تقيم علاقتك بيه. شايفك هنا هنا بيدعوك للسلام النفسي والسلام الداخلي، وحاول تحرر نفسك من الأشخاص السلبية اللي عليك خلال الفترة دي. شايف هنا يعني عندك شخص، هيكون الشخص ده، شايف الشخص ده عندك هيكون يعني ما اللهم صل على سيدنا محمد معاك في يعني في ما بينك وما بينه معاك، هيكون مخلص ليك. شايف هنا عندك مشكلة بتكبر او يعني بتكبر، شايفها بتكبر ما بينك وما بين شخص. نفسيتك الفترة دي هتكون مش مظبوطة او مش مظبوط. عندك خروج من أزمات حواليك، عندك خروج من أزمات حواليك. عندك مشكلتين مع شخصين مختلفين، وفي عندك هنا عودة لشخص من الماضي. شايف هنا حد بيعرض عليك علاقة غير شرعية، بس ممكن بذكائك تخليها شرعية. في إنسانة هنا حكومية أو إنسانة يعني شايفها هنا، شايفها وشايف الحكومة. الإنسانة دي يعني حصل ما بينكم مشاكل أو مشتكيات أو حاجة زي كده. شايف هنا في شخص هيسرق منك، يعني بيسرق منك لقمة عيشك أو رزقك أو رزق يعني داخل لك من بعد تعب. وفي عندك هنا نقلة قريبة، عندك سفر جاي لك، وعندك هنا قاعد أراك يعني عندك قاعد مع شخص مهم، هتكون في صلح أو في صالح، أو يعني هيكون في حاجة ليك أنت، في حاجة ليك أنت. شايف هنا؟ اللهم صل على سيدنا محمد. التقلبات المادية يعني تعب نفسيتك، وأنا شايف لك هنا عقلك شغال تفكير في كل حاجة، في كل شيء حواليك، عقلك شغال تفكير في كل شيء حواليك. في أشخاص حواليك يعني بتحرف عليك كلام او بتقول عليك كلام، ولكنها بتزود عليك كلام، بس احذر منهم، احذر منهم.
محتاجك هنا ترتاح نفسيا وجسديا الفترة دي. لا ريح نفسك. شايفك هنا في ناس هنا يعني بتحاول تظهر بصورة كويسة، الناس دي بتحاول تظهر بصورة كويسة لكن هي خبيثة، هي خبيثة. شايف هنا بقول ليك علاقتك مع الحبيب الفترة دي على قد ما هتكون مستقرة على قد ما هتكون صامتة. احذر الفترة دي من مشكلة عائلية هتتحط فيها، هيدي لك رسالة من شخص هيكون يعني فيها عتاب ليك ولوم، وعندك شخص كل ما حاولت تظهر يعني نقطة ضعفك قدامه بيحاول يتعبك أكتر الفترة دي. هتفكر أنا شايفك هنا في يعني في رياضة كتيرة تخص في شغلك، هيكون يعني هنا في حد هنا في شغلك هيكون مركز معاك بطريقة هتضايقك وهتتعبك. وعندك هنا بعد فترة التغير من عمل لعمل اختار شايف اتنين، شايف اتنين اوقات او اتنين اوقات او شغلانتين دايل لك هذا زي كده. ربنا بينصرك على شخصين، حديثهم معاك يعني بيزعلك وفي عندك مبلغ بيجي لك بتحافظ عليه علشان بتستخدمه في مصلحة. في شخص علاقتك بيه منقطعة او فراق بينكم وبينه، شخص عزيز على قلبك، ممكن حبيب او شخص او صديق او شخص عزيز على قلبك، هيكون في صلح. شايف يعني هنا شايف علاقتك يعني بتصلح خلال الفترة اللي جاية، علاقتك بتصلح خلال الفترة الجاية. بس هنا دايما علاقتك شايفك بحد هنا علاقتك بيه هتكون غير مستقرة في حياتك، حد هيتعبك الفترة دي او حد تعبك. احذر الفترة دي من الناس اللي حواليك، في ناس يعني بتتمنى تأذيك، ناس بتتمنى لك الشر، الناس دي في ناس كتيرة مش حبالك الخير، مش حبالك الخير. خلي بالك الهم والحزن اللي جواه قلبك ده يعني مش بتعبر به لحد، وكأن جواك هموم كتيرة. شايف هنا يعني هموم كتيرة جواك محتاج يعني حد يزيح عنك، حد يزيح عنك كل الهموم فيها. يعني هنا اشخاص او شخص انت بتقف معاهم في ازماتهم وهم دايما مكرين او مكرين الحاجات دي اللي انت بتعملها معاهم. شخص سيبيلك لحد عندك عشان يعتذر منك بسبب غلطات كتيرة صدرت منه، ولما هنا قعد بينه وبين نفسه غلط نفسه على غلط، شاف الغلط وعرف وغلط نفسه كمان. في اشخاص كتيرة يعني هنا انت هتقبل منهم الاعتذار ام هترفض. في انسانة هنا افعالها مش كويسة، حمقاء معاك وكأن افعالها ازدادت يوم بعد يوم، هتبعد عنها وهترفض معاها اي حديث. مرة ثانية اطلب من رب العالمين الحاجة اللي انت عايزها، لان رب العالمين الوحيد اللي هيحقق امنياتك. وحاول ان تعزز علاقاتك مع الاشخاص الفترة اللي جاية، عندك مكانة حلوة هتوصل ليه في اي شيء، وعندك هنا نقل هتفكر فيه عن قريب كمان. يعني هنا في بس عندك في مشكلة عندك في عتبة البيت، في مشكلة عندك في عتبة البيت، وكأن المشكلة دي يعني بتكبرها عشان تعزل بتعزل. شايف هنا هتسمع على حد وكأن شايفك هتدخل في تعب صحي، هيدفع يعني هتدفع فلوس فيه على الدكتور. في شخص انت اللي مكانه يعني ليه مكانة في مكانة جوا قلبك، الشخص ده في مكانة جوا قلبك، حاول يعني تنزل مكانته من قلبك، لأن هيجي الوقت اللي هتكتشف وهتكشف ليه إنه يعني هذا تكشف ليه إنه يعني مش بينفعك ولا هتنفع، لا ينفعك ولا هتنفعه. احذر من تعابين.
احذر من ثعابين حواليك، احذر منهم. الأولى وحدة ست بتحاول توقعك في غلطات، والتاني رجل وعايز يستغلك في شخص دايلك من مكان بعيد، بس بياخد معاه خير منك وهو ماشي. شاف هنا شخص بتقعد معاه بتنبسط بمعرفته جدا، في ورقة حكومية بتخلصها على خير، بتمسك يعني مبلغ مالي بتفرح بيه. شاف تمسك مبلغ مالي بتفرح بيه، فضلا وليس أمرا أحبابي في الله ادعموا الفيديو باللايك، فضلا وليس أمرا. شايف هنا اللهم صل على سيدنا محمد، يعني انا شايفك هنا في اشخاص بتحاول تهد طموحك وتفشلك في حياتك، ودي يعني ناتجة من الغيرة يعني ناتجة من الغيرة اللي حواليك. حاول يعني هنا ترتب امورك بشكل صح، وحاول كمان يعني هنا تغير من بعض تفكيرك اللي انت مستمر عليه من فترة طويلة. عندك شخص هيكسر بخاطرك بسبب كلامه المزعج، عندك شخص من عتبة العيلة هيكون مزعج ليك خلال الفترة القادمة. بقول لك انت تعبت كتير ومريت بظروف كانت يعني تعب وضغط بنسبة يعني كبيرة. ليك شخص انت هنا انت سامحته كتير من مرة ومرة، سامحته كتير وبتسامحه الشخص ده. شافك انت يعني سامحته كتير او بتسامح الشخص ده، اللهم صل على سيدنا. عندك في ان شاء الله في بركة في الرزق، بركة في الرزق، وتخص يعني انا شايف عندك ربح زيادة في الرزق من العمل، او زيادة راتب، او هيعلى شأنك في العمل في الوظيفة، او ديالك وظيفة، في قرار صح بتاخذه يخص عملك كمان هو اللي هيعلي من شأنك شوية. عندك هنا يعني شخص كسر قلبك، جرحك، زعلك، مزعلك يعني الشخص ده أذاك بكلام أو جرحك بكلام، وأنا شايف في زعل أو من أنت زعلان منه. بس خلي بالك من الست، الست دي بتدور على كل شيء يحرق دمك، بس عاملة لك طاقة سحر بالوقف الحال والعراقيل كتيرة، حتى العراقيل كتيرة واقفة في حياتك، ووقف وضغط وتعب بسبب السحر. هتأذيك الغل والانتقام، احذر منه لأن تصرفاتها هتكشف عدوانيته. هنا في قرار يعني قرار هتاخذه يخص العمل، عندك محكمة أو قضية أو حد عزيز عندك قريبك عنده قضية أو حكم، لكانت يعني تيدي لكانت على البال ولا على الخاطر، ولكن رب العالمين هينصرك فيه، هينصرك فيه. في تحقق حادث أنت عايزه، وأنا شايف إنك يعني هنا عندك تصليحات تخص عتبة البيت الفترة اللي داية دي. في شخص هنا بيحكي معاك في موضوع وانت دماغك هتكون يعني بترتيب لموضوع تاني. انا شايف هنا انت اتظلمت كتير، انت اتظلمت كتير، ولكن بعد الظلم نصرة، نصرة، وعندك الفترة اللي جاية دي عدة يعني نصرات، طاقة نصر، طاقة نصر هتبسطك. في خلاف هنا مع حد مع عتبة البيت يعني، وفي موضوع انت هتتكلم فيه مع حد وهتكون قاصد تتكلم فيه عشان تعرفهم او يعرفوا حقيقة الشخص ده، ولكن بعد ما يسمع منك هيواجهك معاه او هيكون في مواجهة معاه، وهتحطه في موقف محرج، مع انك رغم انك يعني حابب تبين الحقيقة. احذر من الاستغلال خلال الفترة دي، واحذر يعني انك يعني من الشغل، انك يعني هشايف هنا تنتبه، عايزك تنتبه على شغلك قد ما بتقدر، لانك هنا ممكن تتعرض للخسارة فيه لو دخل مشروع او شغل او هذا. احذر على شغلك وحافظ على شغلك عشان ما تتعرضش للخسارة. شايف هنا عندك السفر مفتوح قدامك، طريق السفر مفتوح معاك، في شخص هنا بيمضي لك على ورقة، الورقة دي انت بتسعى ليها يعني لها من فترة كبيرة،
في مبلغ مالي هيجي لك من دولة أو من حكومة أو من راتب، شايفين هتتعرف على شخص هيدعمك وهيساعدك، الشخص ده يقف معاك هيدعمك في أمور يعني كثيرة. في شخص إن حد يعني رجع لك من الشخص ده من الماضي، الشخص ده رجع لك من الماضي بس يعني كده بيحاول يبين كبرياءه عليك، يعني بيحاول يتكبر أو شايف نفسه الشخص ده. بسم الله الكاشف. بس خلي بالك من الأشخاص اللي عايزة تهد طموحك، يعني هو عايزة تهد طموحك وتفشلك، عايزكش تندح، عايزكش توصل ليك أو لأبنائك. خلي بالك من الأشخاص دي، الغيرة والحواليك الناس دي مش كويسة. يعني أقول لك هنا حاول ترتب أموركم بشكل صح، وحاول كمان هنا اللهم صل على سيدنا محمد تغير من بعض تفكيرك اللي انت مستمر عليه من فترة طويلة. عندك شخص هيكسرك هنا او هيكسر بخاطرك بسبب ايه؟ يعني بسبب كلام المزعج، او يعني تسمع كلام منه او كلامه المزعج. وعندك شخص هنا من عتبة عيلتك هيكون مزعج ليك خلال يعني الفترة القادمة دي. انت تعبت كثير ومريت بظروف، يعني الظروف دي كانت تعب وضغط بالنسبة ليك. يعني شايفين شخص انت سامحته كثير اكتر من مرة، ومرة شايفك برضو بتسامحه. شايفك احذر، هنا احذر، اللهم صل على سيدنا محمد، احذر من الحب خلال الفترة دي. بمعنى ادق، حاول انك تعرف من فين اللي بيحبك وفين اللي عايزك يعني في حياته. شوف اللي بيحبك او عايز لك في حياته عشان مصلحته، اعرف هذا الناس. انت شايف هنا هترزق بمبلغ مادي وشايفك هتفرح بيه، وعندك شخص هنا قلبك هيكون يعني مرتاح له في تصرفاته، في كلامه، بقلبك بتكون مرتاح له. شايفك هنا بسم الله الكاشف، اللهم صل على سيدنا محمد. في شخص ردع لك، في شخص انت منتظره او منتظر منه رسالة، شخص يعني بيرجع لك بطريقة ندم وكأنه مهم. حاولت يعني تصفي منه او تصفي المشاكل او تصفي اللي ما بينك وما بينه، الخلافات او الاشياء دي، ردع لك. بس انا شايف ان الهم والحزن اللي جواه قلبك ده مش بتعبر به لحد، وكأن جواك هموم كتيرة ومحتاج يعني من رب العالمين أن يزيح عنك. في أشخاص أنت يعني هنا بتقف معاهم في أزماتهم وهم دايما مكرين، في شخص هنا هيذيلك لحد عندك عشان يعتذر منك بسبب غلطات كتيرة صدرت يعني منه، ولما قعد بينه وما بين نفسه غلط نفسه. في أشخاص كتيرة يعني الأشخاص دي غلطت فيك، وانت هتقبل الاعتذار او هترفض بسم الله الكشف، اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله الكشف، فضلنا وليس امرا احبابي في الله، دعموا الفيديو واللايك. شايف هنا الركود مسيطر عليك من فتره، شايف هنا وهتكمل معاك الفتره. شايفين في حدا الفترة دي بسيطة أو بعدها هتبدأ الأمور تتحل معاك، واحد هنا ورا الثاني هتتحل معاك الأمور في كذا مصلحة بإذن الله تتحقق معاك. شايفك هنا بتبعد عن الأشخاص المزعجة أو الأشخاص اللي بتسبب ليك إرهاق نفسي. في شخص هنا من العيلة هيكون يعني اللهم صل على النبي في بينكم كلام، والكلام ده هيقلب لخناقه. شخص هنا بيلجأ ليك في مشكله تخصه، ولكن انت بترفض مساعدته لانك عارف ان الشخص مش يعني بيكبر او بيكبر لحد، بيقول لك ما يعني هنا ماديات. شاف الماديات في توتر، وانت يعني هنا عندك فيها يعني مشكله او توتر، وانت هنا ما مصاريف او حدث يعني مصاريفك اكتر من داخلك. شايف مصاريفك اكتر من داخلك، بتدري ورا الزمن او حاجه زي كده، بس انت هنا شايف يعني الزمن مش مدي ليك حقك.
احذر من حبايب يقلبوا معك بأعداء، واحذر من اتنين بيحقدوا عليك بس ربنا بينصرك عليهم. يعني شايفك هنا ما تحاولش تقف ضد الحبيب او تعاند معاه الفترة دي، لانها فترة مش هتكون في مصلحتك، في مصلحة شايفينها مصلحة برضو حكومية، في مصلحة حكومية بتخلصها ومناسبة حلوة بتفرح بيها يعني، وبتلم الحبايب. شايف واحد الست غيرتها عليك هتكون عاملة ليك مشاكل. شايفك هنا رب العالمين هيخردك من مرحلة تعب انت هتتعرض لها. ابعد عن الخوف واليأس وبص لحياتك، بص لحياتك لقدام، وبص لعيشتك، وحاول يعني تتمد خطوات لقدام. التوتر والتعب حاول تخلص منه وتطلع منه. شايف هنا عندك تبرير لأشخاص أنا هتعافى عنهم في كلام، وأنا هتعافى عنهم، بس ما تبررش لأشخاص إلا يعني اللي ما تشوف الحقيقة قدامك. في منفعة جاية لك فيها خير، عندك شخص يعني الشخص ده بيخنقك في طريقة حديثه معاك الفترة دي. شافك هنا أنا أنت يعني الفترة دي هتعاني بحالة عاطفية أو بحالة عاطفية غير مستقرة. شايفين الظروف المادية فيها تقلبات، ولكن الفترة اللي جاية العوض المادي معاك هيتحسن. في أشخاص هنا هتاخذ منك يعني أو هتاخذ منك موقف بسبب يعني بسبب الغيرة، بسبب الغيرة. واحذر الفترة دي من الخلافات العائلية، في أشخاص حاسدين، في أشخاص حاسدين. الحسد ابعد، خلي بالك حاسدينك، يعني الناس دي حسودة وحاسداك لدرجة كبيرة. وأنا شايف عندك هنا النصر من رب العالمين. شخص هنا ظلمك أو هيظلمك في كلام، الشخص ده هيظلمك في كلام هيقوله عليك. يعني عندك هنا شخص مهم كان يعني ليه معزة دواك أو دوا قلبك، بس أنا شايفك هنا لأنك يعني هنا متردد تاخذ خطوة اتجاه مكالمة تليفون أو رسالة هتديلك، بس هتبص فيها ومش هترد عليها، هتبص فيها ومش هترد عليها. وفي عندك هنا واحدة ست تصرفاتها معاك هتكون مش عجباك، وفي نفس ذات الوقت مش هتكون قادر تكلم أو تكلم حد أو تكلم أو تعبر. في فرصة السفر ديالك، واحذر من التجسس عليك من أشخاص حواليك هدفهم منك إنهم يعني يوقعوك أو يخرجوك عن شعورك، لكن رب العالمين هيقف معاك. في موضوع هنا خصام أو مشكلة مع حد، أنت هنا شخص معطي أو معاطي كثير مواقف، واقف يعني مع ناس كثير واقف مع، لكن لما تعوزها مش بتلاقيه. عندك موضوع محكمة أو قضية يعني مش مريحاك أو تعبان أو قلقان. في عندك هنا شخص أنت هتقدر تخرصه بردك عليه. الرزق جاي لك، الرزق جاي لك قريب، هتنبسط بيه جدا. في بلوك بينك وما بين شخص هيحصل أو حصل هيحصل فيه. وفي عندك هنا زيادة، زيادة في الرزق، زيادة في المال. شايف عندك زيادة كبيرة في المال كويسة. شايف انها هتكتشف امور حواليك، هتكتشف كل اللي حواليك وهتعرف اللي محتاجة تعرفه هتعرفه. في حد عندك هنا يعني تعبان او مريض، تعبان عند مرض او عيان او تعبان كعزيز على قلبك. في منافقين حواليك بيتمنوا خراب بيتك، كما كنا احتفظ ليهم، احتفظ لأسرارك منهم، واحتفظ يعني منهم الأشخاص دي. هنا دايلك هنا شافك هنا، اللهم صل على سيدنا محمد، جاية لك فرحة بتنسيك المواقف اللي حصلت معاك وكسرت قلبك، بتنسيك. ربنا يحقق ليكم أمنية، والأيام اللي داية
عندك الفرحة في أرض بيتك، خطوبة، ارتباط، زواج، بشرى بمولود، بشرى بنداح، في فرحة في أرض بيتك. هتقف على الأرض الصلبة وهتوصل لهدفك، المشروع اللي أنت فيه. حاول إنك ما تخسرش مشروعك أو تخسر خسارة في المشروع، حاول تلتزم بالطريق الصح وتمشي في طريقك الصح. في نقلة من المكان لمكان، هتشتري إن شاء الله مسكن أو بيت أو منزل إن شاء الله هتشتريه، هتكمل المبلغ المادي وراح تشتريه بإذن الله تعالى. شايف عندك الفرحة ديالك، فرحة ديالك بقدرة الله. صلي على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، اللهم بشرني بما أنتظر منك وأنت خير المبشرين كلها. أتمنى من أحبابنا في الله يدعموا الفيديو باللايك، وإن كنتم لم تشتركوا في القناة فيشرفني اشتراككم في القناة، وفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد من أسرار العالم الروحاني. وإن كنت بتعاني من السحر أو من مس أو من تعطيل أو من تابعة، كل العلاجات منزلها لكم من قبل داخل القناة. واللي حابب يتواصل معانا الرقم أمامكم، يشرفني أتواصل معانا واتس، وإن شاء الله